راحوا الحبايب بقالهم عام والتاني راحوا الحبايب بقالهم عام والتاني ربطين على البعض ولا راجعين تاني راحوا الحبايب ليه يا حبايب حلي زاد مررتو رش الدهر صعبة على إلا مررتو ليه يا حبايب حلي زاد مررتو رش الدواء صعبة على علا مررتو يوم يجي عالي في راسي ويوم بيتوه يوم ما احنا عيني بنسهر كل يوم قلبي خدته ومن يومها ما جاش تاني راح والحبايب على فكرة أنا بعرف أقراك كويس. أول ما دخل الأكورديون اسمه إيه الفارس الجميل ده؟ اسمه هشام. هشام. أول ما دخل هشام بالأكورديون لقيتك ابتهجت وطلع صوتك الله وكأنك كان ناقصك حاجة بالظبط. مين اللي بيلحن كل أغانيك؟ كل أغاني؟ يعني سلامتها أم حسن مين لحنها؟ فاروق سلامة. فاروق سلامة. كله على كله فاروق سلامة. فاروق سلامة. زحمة يا دنيا زحمة. لا هاني شنودة. هاني شنودة. أنت أحب حاجة ليك في دول إيه؟ أحب سلامتها أم حسن. طب ما سلامتها أم حسن جاهز؟ الأول موال أسف في الفيلم سلطانج سلطانج ده الله عيني لي لي عينا ليلى ليلي يا ليلى عينا ليلي يا ليلى يا ليلي جبل الدهب فين انا اللي خاسر مصروف جبل الدهب فين يا زوفي انا اللي خاسر مصروف وتحضر معايا الحال وتحضر معايا الحال ونسيوا الناس معروف سلام دم وحسن من العين ومن الحسن وسلام دق يا حسن من ريمش اللي حسن سلام دم وحسن من العين ومن الحسن وسلام دق يا اسمه فيد من ريمش اللي حسن سلام دم وحسن جالها الدور اللي مش والدور ما نيمش جالها الدور اللي مش والدور ما نيمش والعين ما سايبهاش محسودة أم حسن ايه سلامت أم حسن من العين ومن الحسن وسلامتك يا حسن من ريمش اللي حسن سلامتها سلامتها أم حسن الله
ليه الاكورديون بالنسبة لك حلو؟ عشان بيسلطني. بيسلطنك؟ بس الاكورديون ده اساسا غربي. بس المليومين دول المسخين او من مدة ركبوا فيه ربع تون. هو ده سبب سؤالي، ان الاكورديون كآلة غربية. ايوه. ومع ذلك انت بتغني عليه المواويل. عشان ربع تون. عشان ربع تون. ربع تون حاطينه كمزات تسلطن القانون والناي سلطنة. سلامتها ام حسن من العين. انت خدت بالك اهو؟ من العين. امال يعني انت برضو الحسد موجود. امال زحمة يا دنيا زحمة دي ايه؟ دي غربي. هاني شنودة فكرني بيها من فضلك. زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاهو الحبايب، زحمة ولا عادش رحمة، مولد وصاحبه جاي، اجي من هنا واروح هنا، هنا وهنا، اجي من هنا اروح هنا، هنا وهنا، زحمة يا دنيا زحمة. يا سلام. فهمني يا احمد، انت قصدت ايه بزحمه يا دنيا زحمه؟ هل قصدت الزحام في الحياه؟ فهمني يعني عشان افهم، يعني السؤال الاعمق هو زحمه الدنيا في زحمه الدنيا. الناس اللي كانت بتكتب لك ده، انت كنت بتقرا الكلام تتفاعل معاه، يعني تحس انه طبعا. مثلا زحمه مين كتبها؟ كتبها حسن ابو عثمان. هل انت لما كنت بتطلب قلبك كنت بتطلب غنوه معينه او بتشرح له حاجه معينه هو يكتب على اساسها؟ كنت بتطلب منه. طيب الغنى ده اللي هو سلامتها ام حسن كله على كله وكله على كله وليه يا باشا ليه؟ ده بالذات نوع من الغناء الشعبي يتقال في الافراح بس؟ لا في كل حته. اما انت كنت بتغني ايه في الافراح؟ بغني اكتب لنا دي كانت بكتاب الليله. كنت بغني زحمه برضو كله على كله. طيب افتكر، ارفع صباعي وافتكر حاجه. نعم. عبد الحليم حافظ في السهره اللي سهرناها قال لك غني حاجه، غنيت له ايه؟ غنيت له كراكشنجي. غنيت لا عبد الحليم طلب منك تغني له غنوه من اغانيه. اغاني هو؟ ايوه. خساره ولا حلو كده؟ خساره. ايوه خساره. لا 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 اصحى تام تام لا 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 خساره خساره كرايك يا جار خساره خساره وراك يا جارة عينيا بتبكي عليكي بمرارة عينيا بتبكي عليكي بمرارة خسارة خسارة وراك يا جارة خسارة لا 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 ايه صوت المام لا 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 ايه يا سامع نداء حبايبي سابون لهمي وساي وحيرة عيوني يا سامع نداء لحبايبي فاتون لهمي وساي وحيرة عيوني ما بين صوتي طار ما بين دمع حار ما بين صوتي طار ما بين دمع حار عينيا بتبكي عليكي بمرارة عينيا بتبكي عليكي بمرارة خسارة خسارة فورايك يا جارة. هل كان عبد الحليم حافظ هو الفنان الوحيد اللي بيسلطنك قوي؟ طبعا هو الأستاذ محمد رشدي. محمد رشدي.
انت قابلت ست ام كلثوم في حياتك؟ هي مره واحده. امتى؟ في سينما قصر النيل. كانت في حفله في سينما قصر النيل من مده. وكانت ست ام كلثوم بتغني او فايزه احمد. لا، كانت ست ام كلثوم وفايزه احمد، يعني فايزه كانت بتغني غنوه وبعدين ست ام كلثوم في سينما قصر النيل. قابلتها وجها لوجه؟ لا خالص. ست فايزه احمد قابلتها وجها لوجه؟ دي تعتبر اختي الله يرحمها. قابلتها في لبنان وهنا. انا عاوزك تقول لي وجهات نظرك في الناس اللي هم يعني اغاني سعد الصغير بالنسبه لك ايه؟ والله يعني هفوه. هفوه؟ يعني ايه هفوه؟ يعني حاجه بتيجي وبتطير. حاجه كده زي غزل البنات. عارف غزل البنات؟ لا. غزل البنات ده يبقى حاجه كده عريضه جدا. ايوه. وبعدين يطلع حاجه كده. صح. هل هو كده يعني؟ هو يعني هو يعني واخد لون حلو لنفسه. لنفسه. طب وابو الليف؟ ابو الليف؟ ده راجل محترم برضه كويس. شعبان عبد الرحيم؟ ده روحي بقى. ده ايه؟ روحي يعني. روحك. لانه ايه؟ صديق هو اولا. وبعدين بيقول على المجال بتاعه وعلى وقته اللي هو عايشه كلام حلو. يعني اولا نصح الناس والشعب من التدخين والحاجات دي الوحشه. شعبان ده قالوا عليه ده بيغني هافه ومش حاجات ابدا. هو بيغني صدق الراجل ده. طيب غنى شعبان عبد الرحيم في راي احمد عدويه، هل هو الغنى اللي سلطنك؟ لا لا. معرم فؤاد كان بيسلطنك؟ طبعا الله يرحمه. شهادتك ايه على سعد الصغير؟ فنان كويس وربنا يسهل له طبعا. هل هو اخذ الضوء من احمد عدويه؟ لا لا. ابو الليف احساسك بيه ايه؟ كمتزوجه وفقه ولون وربنا معاه. شعبولة احساسك بيه ايه؟ ده انسان طيب قوي. نعم. على سجيته. وفنان ليه اسلوبه وليه طريقته، فربنا معاه ويوفقه. ايه شهادتك على سعد الصغير باعتبار بيت فنان؟ طبعا أدوية. شعبي كويس جدا. اثبت وجوده وعمل لون لنفسه. وابو الليف كل الناس بتحبه. وابو الليف برضو فنان كويس. شعبولة وشعبولة فنان كويس جدا برضو. بحترمه يعني برضو، لان هو كان لما بابايا كان تعبان كان هو بقى ابتدى يظهر ويطلع قوي وينتشر، فكان حط في اغنيه كده من اغانيه ادعوا معايا العدويه ربنا يشفيه. فهو كان يعني من الناس برضو اللي كانت فاكره ابويا مش هدفها ان هي تطلع عشان تاخد محل احمد عدويه. حلو المعنى ده قوي. يعني شعبولة غنى العدويه. ادعوا معايا العدويه ربنا يشفيه. العظيم نجيب محفوظ لما اطلق عليك انك انت مغني الحاره، انت استقبلت الكلام ده ازاي؟ استقبلته بكل صدق. حبيته اكتر الله يرحمه. عمرك قابلته وجها لوجه؟ قابلته. نعم. فين قابلته؟ سيدي الكل. فين؟ هل حد من الاهرام خدك عنده في الاهرام؟ ولا قابلته في قهوه من القهاوي اللي كان بيقعد فيها قهوه ريش مثلا؟ ايوه صح. حاجات من هذا القبيل. غنيت قدامه؟ غنيت قدامه عند شيخ فاضل. عند شيخ فاضل؟ اه. وهو ايه كان راح للسيده شيخ فاضل؟ امال ايه؟ راح. انت عرفت الظلم يا احمد؟ الظلم؟ ما عرفتوش، ما حبوش. يعني عمرك ما اتظلمت؟ لا ظلمت كتير انا. هل عرفت الندم يا احمد؟ الندم عمرك ما ندمت على حاجه؟ لا. يعني انت بتعتبر باستمرار ان كل تصرف في الحياه انت تصرفته عندك قناعه بيه 100%؟ بالظبط. طيب محمد عدويه ايه الجمال في صوته؟ ان هو صادق والبحات صادقه. بيقلدش حد. بيغنيش لحد. ولا بيقلد احمد عدويه ابوه؟ لا بيقلد، بحب ابوه ويقلد ابوه. بس بعد اوقات هو يعني يخرج من جلباب ابوه. بالظبط. يطلع من جلده.
أيوة. جلد ابوه احمد عدويه محمد عدويه قصدي ماشي في نفس السكه بتاعتك؟ لا محمد عدويه لون وانا لون. هو بيغني عاطفي طبعا. طبعا بيغني عاطفي وبيغني شعبي كمان. تتوقع انت الغنى الشعبي في يوم من الايام يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى صدق طبعا. ومحبة للشعب. هل في صوت نسائي شعبي غير شريفة فاضل؟ كتير. فيه زي مين؟ زي ليلى نظمي. كانت صوتها تعتبر مطربة شعبية؟ طبعا ليلى نظمي. مين تاني يعتبر صوته صوت شعبي؟ عايدة الشاعر الله يرحمه. عايدة الشاعر تمام. تمام. مين كمان؟ مين كمان؟ حورية حسن الله يرحمه. حورية حسن. يا سلام يا سلام. خليت انا وابن عزونا انا وحورية حسن. يعني انتوا جيل واحد. مار عطار. انت وحورية حسن. في يوم من ايام. مار عطار. تمام. ومين؟ ومار العطار. انا وحورية حسن. ربنا يدينه الصحة. طبعا. اللي هل هناك في صوت ذكي وصوت غبي؟ كتير. هل انت مدب يا احمد في الدنيا؟ نعم. مدب يعني اللي رأي تقوله يبقى. أيوة. كده صح. مدب معناها انك انت صريح الى اقصى الدرجات. ورده هل انت خدتي الصراحه عن باباكي؟ بصراحه والشجاعه والطيبه برضو. هو طيب جدا جدا جدا. انا كنت بقول لك انه انا بساله وبقول له انت مدب. وانا مدب. انت رايك ايه بقى؟ فظيعه. رايك ايه في المعنى ده؟ لا دادي مدب فعلا. مدب. يعني ده المعنى اللي ينطبق عليها. حضرتك جبت المعنى المظبوط. فهمني ايه اللي حصل في يوم من الايام لك وكان بالنسبه لك حجبك عن الناس شويه. ايه كان حصل ايه؟ والله كان في ناس عازميني. وبعدين انا كنت بشرب كتير. نعم. في العزومه دي. وحطوا لي في الشرب ماده والحمد لله. يعني اثرت عليا في المشي. وربنا كرمني ورقت منها الحمد لله. هل ده كان انتقام منك ولا ايه بالظبط؟ والله مش عارف. مع ان عمر ما زيد حد. ولا بعد حد. مين اللي عمل ده فيك؟ والله ناس كده. ناس. ناس مصريين ولا ناس عرب؟ مش عارف. لا مش فاكر. انت مين؟ عمرها قد ايه؟ كم سنه الحادثه دي؟ عمرها قد ايه؟ اكتر من 10 سنين. اكتر من 10 سنين. عايز اسالك سؤال شخصي. هل حقا انه اللي حصل لك ده أثر في يوم من الأيام على رجولتك؟ لا
ما قصرش مش صحيح يعني. لا 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 اوعى شد اي حد. هل هما الناس ظلموه؟ طبعا هو الظلم لمجرد ان شخص بيحقد على فنان نعم. ليه معجبات نعم حاول يأذيه نعم، وان الشخص ده كان واصل جدا ومن عيلة كبيرة جدا في بلد عربية نعم، فللأسف الشديد ان احنا ما خدناش حقنا. هل صحيح كان حب يأذيه في رجولته؟ لا. انت اكتر حد لا اقدر لا اسألك؟ لا 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 خالص، بدليل ان الحمد لله يعني بدليل ان انا فعلا اتعرضت الحمل بعد الحادث وبس نزل لاني عملت مجهود، وكان ممكن يبقى الطفل ده موجود دلوقتي وكان يبقى عنده بتاع 20 سنة. لكن برضو في النهاية هو كده. ايوه طبعا كده.